نقول انه منال قالت انه بكره رح تنزل الحراره 5 درجات مشان بالليل صلحتها. مشان هيك مهندسه التصميم الداخلي السيده سوسن هبر ضيفتنا هلا لابسه شتوي فعرفت انه هالامور رح تسوق. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير سوسن. شتينا اليوم مثل ما قلتوا. استعدادات قويه. ايه 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 خلص ما بقى بدها. اليوم رح نحكي عن المطابخ والحمامات بس بالستايل المعاصر. فمحضرين ريبورتاج بنشوفه بعدين نحكي. يلا يلا. الحمامات والمطابخ كانت تعد مكان ثانوي بالبيت، اليوم بالتصميم المعاصر صار إلها أولوية. شكل المطبخ العصري اللي بيتميز بالخطوط المستقيمة، أناقة التصاميم واستعمال المواد الحديثة عم بيزيد الترابط مع غرفة الجلوس. البراد والأدوات الكهربائية صارت كلها مخفية ضمن الخزاين لتوفر بساطة بالمظهر الخارجي. الجانب النفسي بيلعب دور أساسي بتصميم الحمامات، من الضروري تنسيق الألوان والمواد والإضاءة. الشكل الفني للمغاطس والمغاسل بخولها تكون جزء من غرفة النوم وكأنها قطعة أثاث. المطابخ والحمامات العصرية تتطلب منا نتخلى عن العادات القديمة ونفكر بطريقة جديدة وعملية. رجعنا لك سوسن. كانوا يقولوا المطبخ مملكة السيدات بس بطل. بطل صار مملكة مين؟ خادمات. معك حق بهالموضوع. لا بتعرف المطبخ يعني من زمان كان مكان كتير بيتوسخ كله أوساخ وهيك، فدايما ايه ودايما يكون محطوط بمحل ويسكروا الباب وكرمال الروايح والأمور. هلأ لا يعني هلأ نحن تغيرت حياتنا وهيك، فبتحس دايما هو بيكون مفتوح على غرفة المعيشة، بتكون السيدة عم تطبخ عم تحكي مع أولادها عم تحضر لهم الأكل، يعني صار الطبخ أحلى يعني ما عاد مثل قبل. ممتع. ايه ممتع عن جد. والأدوات صارت بتشجع على الطبخ كمان. أشكال صح. فاللي صار انه تطور التصميم من هيدي الناحية، يعني صار بيتاخد بعين الاعتبار هيدا الموضوع، فبيكون المطبخ يعني التصميم تبعه حسب تصميم غرفة المعيشة أم إذا مفتوحة لغرفة الطعام كمان بيلحق هالشي. هلأ بالجو المعاصر اللي شفناه مثلا نشوف صور نحن صحيح ما هيك، فهون لا لانه هن نقلوا على الحمامات. مش مشكل. هلا هي اجمالا حتى الحمامات بنشوف انه هي مكان صار كمان مكان للرفاهيه للاسترخاء، يعني ما عاد مكان بنفوت بس 5 دقائق وبنظهر وما بدنا نقعد. لا
عادة هلا بنشوف منكبر المكان قد ما فينا، منخلي يكون الجو يعني مريح يقعد واحد ويسترخي فيه، ما عاد كله بس معمول بلاط سيراميك من الأرض للسقف وهيك، صرنا مندخل مثلا حيطين فينا نعملهم صبغ، الحيط الثاني بنعمله بلاط، ونفس الشيء بيتطبق بالمطبخ. يعني كان قبل مثلا المطبخ كمان يعملوه من الأرض للسقف كله بلاط، اليوم لا بيتدخل ألوان. نفس الشيء عم بيكون في بالجو المعاصر منلاقي إنه تطورت الأمور، يعني عم بيحطوا أدوات معينة بالمطبخ ممكن نستفيد منها، يعني نستفيد بكل زاوية من الخزائن. جانا عم شوف المطبخ ما عادت مثلا الخزائن يعني مثل ما كنا نشوف قبل، بس خزائن من تحت خزائن من فوق والكاونتر يعني صار لا، بنلاحظ انه في احجام عم تدخل ببعضها، وبنفس الوقت عم بيكون في تباين حلو بالالوان، يعني الابيض مع البني الغامق هالشيء يعني كمان بيطلع حلو لما بنمزج الالوان. طب سؤال تقني قبل ما يدهمنا الوقت، ممكن يكون بيت مثلا الصالون كلاسيكي بينما المطبخ والحمامات مودرن، ما في مشكلة؟ صح بهذا الموضوع، هذا يعني هالشغله الوحيده يلي بقول انا ما في ابدا مشكله، ما في مشكلة. صح، لانه في يكون الواحد يحب الستايل الكلاسيكي، بس لما بنجي على المطبخ وعلى الحمام بيلاقي حاله بالمعاصر اكثر، يعني مش ضروري ينحكم، ولانه هن منطقتين مختلفين. بس صح، ان كان المطبخ مفتوح على غرفه المعيشه بده يكون اكيد بده يكون الستايل بعده. بالمطابخ صار كل شيء مخفي، الثلاجه صارت مخفيه مع الدواليب، ما بقى تعرف انه يعني مطبخ انه هيدا الغاز هيدا مثلا البراد، لا صار كله مخفي بطريقه كتير حلوه، مثل ما ذكرتي في التغيير اكثر بساطه بالشكل الخارجي. وعم بيدخلوا كتير مواد حلوه بنفس الوقت، يعني صرنا التوب صار مثلا ستينلس ستيل، عم بيدخلوا مثلا نوع مصنع من الكوريان، يعني بينعمل فيه أشكال كتيرة ألوان كتيرة، ما عدنا محكومين بس برخام الطبيعي عم بالأشياء الطبيعية. صحيح. ونفس الشيء بالحمامات، أنا بس بقول شغلة بسيطة قبل ما يدهمنا الوقت، إنه بالحمامات خاصة ما نتوجه كتير للأدوات الصحية الملونة، يعني ما عليه لو الأبيض بقول إنه عادي وهيك، لا بعده الأبيض كتير حلو طالما منقدر نشتغل بالحيطان، فينا نعمل حيطان ألوان، فينا نعملها غامقة فاتحة، بس خلينا نضلنا. ليش؟ لأنه أول شيء صحية أكتر، بتحس أن شكلها صحي، و يعني والتصاميم كلها الجديدة والحلوة والمعاصرة كلها عم تنعمل بالأبيض، فبكون عندك تشويس كبير يعني. يمكن حتى تعطينا مجال نحن لو بغينا نغير الإكسسوار أو لون الحمام، هو ثابت أبيض بس الإكسسوار اللي حوالي بين فترة وفترة نغيرهم، ما بيتغير لونه، ما بتنتزع، ما يعني في كلاسيك ما بتروح موضة، بتلاقي إكسسوار يمكن لألها كمان بطريقة أسهل. طبعا. سوسن الهبر شكرا لك، شكرا لوجودك معنا، أهلا وسهلا. شكرا لك سوسن. شكرا.